خلي جراج يحملها، بدناش نعطل الكازية برضه عشان تعال الناس العجلة. وشوف يا عم شو بيجي، شو بقول لك، جيب لنا فواتير حياك الله، بنفتح انا وياك، بنتقاسم الشغل انا وياك. ليش انت يا سامي الذنبي؟ ما انت غلطان معي، ليش غلطان؟ بقول له اعطيني السولار، مش انا مش غلطان، السيارة مبينة شيء يا عمي. هذا بفهم يا سلام، مبينة شيء السولار ولا بنزين؟ ما بقول له، انت المفروض قلت له سولار ولا بنزين، يعني بقول له سولار ولا بنزين؟ مبينة شيء السيارة. خلاص اسمع خلي صفة على جنب هون. خلص يا عم، شو بدي اقول لك يعني؟ باين شيء السيارة يعني يا عمي. بقول له 10 يا عمي، بحكي له هاي السيارة شو هي؟ شو هاي السيارة؟ ايش مش السيارة؟ ايش اسوي لك حرصة؟ حرصة لا يا عمي، باين تخليش خلاص. بدك حياك الله يا عمي، ليش نص نص؟ بدك حق مسؤوليتك انت، بدك تسويها. شو بدك حياك الله؟ شو بدك عم تسوي؟ ها؟ هاي السيارة بتصلحوا لي اياها؟ ها؟ والعطال تبعها برضه بدي اياها. طب بنصلح لك اياها، فيش عندي مشكله، فيش عندي مشكله، ولا بزع لك ابو جعفر. شو بدك؟ انا ظالم، بس بدي اياك تكون هادي ومبسوط. شو بدك؟ انا هادي ومبسوط وما انت هادي ومبسوط. انا بتعرف شو بكون مبسوط لما احكي معك. شو بدك؟ الله يرضى عليك. المصاري ولا اشي. شو يعني؟ لا والله أه؟ انا راح اكل. صلي لي عنك. لا يا عمي، صلي لي عنك، صلي لي عنك. لا 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 تقول لي بيجي ولا بيجي يا عمي. انا صلي، كل القصه مش محتاجه، كل القصة مش محتاجة. صح انت عصبت علينا وكذا ورفعت صوتك وجيت بدك تحرق السيارة وتكسر السيارة، يعني كلامك 100% وحقك هذا، بس شو بدي اسوي انا؟ هذا مش قابل استوعب من الصبحيات، هاي ثلاث سيارة صار مسويها فيني، ثلاث سيارة، شو اعمل؟ شو بدك؟ انا جاهز يعني، بقول لك انا جاهز. الله يعني تعرف شو؟ ويعني شو بدك؟ انا جاهز يعني، شغلة بسيطة. هذا ليش؟ هذا ليش بسيطة؟ ايه ها؟ ايه قديش حطوا؟ 50 شيكل سولار؟ اه بنزين ولا سولار؟ حطيت بنزين. سولار؟ ما في سولار طلع. ليش عصبت انت؟ زلمة انت ونوارة، انت على راسي، بس بقول له عبي لي بنزين. 30 بنزين الحق اللي عبى. منيح انها قديمة السيارة مش جديدة. شو مسوي؟ خلص اجيب لك جرار خليه ياخذها، روح شوف شو بدك تسوي فيها، سوي يعني. شو بدي اقول لك يعني؟ اسحب البنزين من السولار كبوه هذا وحط فيه. فاضل ولا ضرب الترومبة ال افك له الماتور، افك له اياها. شو بتفكر؟ شو بتخوت قاعد انت؟ انت قلنا رح احط بنزين، حطيت لا حول ولا قوة الا بالله. فك ماتور، دخل الزلمة يقعد عندك كوني. طب اعطيني شيء، جيب العده، جيب المحطة، بفك له اياه. شو هو؟ بدي افك لك الماتور اسحب السولار. بديش يصير من التانك. مو من غير، افتح له الغطاء، افتح له الغطاء، نشوف يمكن اذا بيقدر يحلها من هون. افتح له الغطاء. اقول لك من ايه بنسحب السولار؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا يا حاج طلع هذا بفك كله. في برميج هون بكون طول عجلة. شو مالك يا زلمة؟ انت فيش مخ عندها؟ بدي اسحب له السولار. خلص اهدى اهدى، انا بحل مع الحاج. اهدى خلص، بعوضك الله يا حاج. لا اقول لك يعني. بعوضنا الله، شايف الكازية هذه؟ بقبلش بناء السيارة. ايه؟ بدك تتصل على جرار يعني انت؟ بدي اتصل على صاحبنا السيارة. شو بدك تقول له؟ يمكن يقبل الكازية ياخذها مني. خلاص انا بدي احل لك المشكلة. خلاص شو بدي اقول لك يا عم؟ هات اعطيني شو اسمه، هات العدة خلينا نسحب له اياها، نشرب له اياها. اه خلاص انا بشفط لك اياها. خلاص شو بدي اقول لك يعني؟ خلاص بنشفط له اياها، بنحط له يا عم بدل 30 50 بنزين يكون راضيان الحاج. شو بدك؟ حياك الله يا استاذ محمد، حبيبي يا محمد. فكر الله ماشي يا عم. خلاص حاج جبت اسحب لك اياها يا احمد. مبسوط انت هيك؟ انا زلمه مبسوط. انا بقول له حط لي 30 بنزين. اجى واحد سحبني غادي اللي بقول لي منين دخلت، من هون ولا من هون؟ قلت له زلمه مش عاوز. انا بدنا نضرب عشان جديد. لا حول ولا قوه. ما ابعت غادي اللي بقول حطيت صوره. شو بتسوي؟ خالص انت خالص عبد الله زلمه. ايه مين 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 شو مالك؟ بنزين هادي يا عمي، بنزين مش سولار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو خالص أنت؟ قلت لك بنزين. والله العظيم. فيها هي معبي فول. لا فاضي. فاضي على الآخر. لا حول ولا. فيها ولا شغالة؟ افتح لي السويتش أشوف، افتح لي السويتش. خلاص طلعت السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. مطفية مطفية.
سولار بالاخضر بنزين انا بعرف شو بتعرف شو بتعرف بعرف شو بتعرف تعال يا عم نشوف شو نسوي تعال شو بدنا نسوي طب انت ليش ما نزلتش ليش ما نزلتش وقف ورا صيا خربان برضه انت مسؤوليه عليك انت كان المفروض بوقف ورا بقول له عبي لي بنزين ولا سولار بنزل بقول له عبي لي بنزين ولا سولار لا يا عم لا يا عم مش عليه مش عليه يا عم ليش عليه طيب برضه بنزل بوقف ورا بقول له انا مش عليه شيلي انا بنزل ينزل حبيبي ينزل اول اسبوع بقول له عبي لي بنزين ولا سولار بس عمي اخر مره بعبي من هاي كلها يا عمي زي ما بدك تعبي وين بدك عبي عبي روح يا عمي بس انا هذا المفروض انت قلت له هذا الاشي قال له بنزين بقول له بنزين ولا سولار بنزل فوق راسه يا عمي هذا مش مخ عنده مش استعب انا بيع سياره من الصبحيات من الصبحيات ما بيع سياره بس انا طايب مع هذا ومع هذا انا حلو يلا بدك حلو خلاص جيب لك اجرار يا عمي خذ لك اجرار اتصل على اجرار خلي يا حبيبي ولا بجيب ولا حاجه جيب سامي بقول له تعال اسحبها بحيلك سامي ليش اجيبه جيب سامي ما بيجي يسحب شو بدي اقول لك؟ مش صح عشان يجوا شو تقول لنا يعني شو بدي اقول لك يعني؟ غلطه غلطه خلاص اتصل على اجرار ما فيش معي ولا اجرار اتصل جيب معناها مصاري جيب مصاري انا مسلك حيلنا انا اشتغلت يوم ميكانيكي انا بعمل اللي اشتغلت يوم ميكانيكي يا الحمد لله يا يوم ميكانيكي يلا خلنا بالدنيا كلها يوم ميكانيكي انت اهدى يا عمي اهدى 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 لك الجنن سماي انت هل عندك هل عندك مش عندك روح جيب 10 غدا شو نعمل لكم يعني غدا خوش كمان نعمل شو شدك تعمل كمان غدا فوق يا عم فوق يا عم روح عزف كمان مره خلاص يا عمي تسلك على